السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة كويسة جدا تقدر إنها تنظف لك فيسبوك من الإعلانات، تقدر تنظف لك فيسبوك من الاقتراحات اللي هو بيقعد يقترحها، سجست في الريو والحاجات دي كلها. الأداة سهلة جدا في الاستخدام. أول ما تروح على الصفحة تقول له داونلود أند انستول اف بي بيوريتي، ودي حتى ممكن تستطبع على الموبايل بتاعك على المتصفح اللي في الموبايل، هتقول له انستول فيبدأ يدخلك على المتصفح كروم ويب ستور. الأداة دي هتقول له اد تو كروم، بحيث وانت بتتصفح ما تلاقيش اي حاجة من الحاجات اللي هي بتضايق كل شوية، فيبدأ ان هو يخفالك. فممكن مثلا لو انت متضايق من الالعاب، متضايق من اي حاجة، تقدر ان انت تقول له خلاص اخفيها لي، اعمل لها بلوك بحيث انها ما تظهر لكش، حس ان الفيسبوك يرجع هادي بدون المشتتات اللي هو كل شويه يعملها لك. زي ما انت شايف الاداه نشطه، في ناس كتيره بتستخدمها.